قال أو الحجامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث في أن الحجامة تفطر، فقال أفطر الحاجم والمحجوب. وما هي العلة في تفطير الحجامة؟ قولان: المشهور أن العلة تعبدية، فكل فعل يوصف بأنه حجامة فإنه يكون مفطرا لصاحبه ولو كان بآلة، فإن الحاجم إذا حجم بآلة كهربائية وغيرها فإنه يفطر بذلك لأن العلة تعبدية. هذا هو قول فقهائنا، قالوا لم نجد علة. والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن العلة فيها إخراج الدم، إن العلة فيها في تفطير المحجوم هو خروج الدم الكثير قصدا، فإذا تعمد المرء خروج دم كثير قصدا أفطر، وإن تعمد خروج دم قليل قصدا لم يفطر، وإن خرج دم كثير بلا قصد لم يفطر. وأما الحاجم فالعلة فيه أن يمص الدم، فإن مص الدم مظنة لوصوله إلى حلقه، فنزلت المظنة منزلة المئنة، وبناء على ذلك فإن الفاصد على المشهور وهو القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر، والمفصود على القول الأول لا يفطر، وعلى القول الثاني يفطر إن خرج دم كثير، ومثله أيضا في التبرع بالدم. نعم.